اهلا بكم مشاهدي انفاس تيفي. احنا الان كنتواجدوا وسط اباء وامهات اللي كيعانيوا الاطفال ديالهم من واحد المرض اللي هو مرض نقص المناعه. هذا نقص المناعه الاولي هو مرض اللي كيصاحب الاطفال من الصغر ديالهم حتى نهايه الحياه ديالهم، يعني مرض مزمن، وحتى الدواء ديالو فهو كيتوفر بثمن جد مرتفع اللي كيفوق 4000 درهم، اللي ولا كيفوق 4000 درهم. فكاع هاد المعطيات غنسمعوها على لسان ديال الامهات والاباء اللي كيعانيوا مع اطفالهم بسبب هاد المرض. وللاسف ان المشكل المطروح الان هو ان هاد الدواء الوحيد اللي متوفر اللي كيساعد هاد الاطفال باش يحاولوا انهم يخفف من المعاناه ديالهم انه تقطع، واللي قطعته هي وزارة الصحة. فاحنا اليوم جينا باش نوصلوا الصرخة ديال هاد الأباء والأمهات للمسؤولين. معنا اليوم الأم ديال أحد الأطفال اللي كيعانيوا من هذا المرض. تقدري عافاك تحدثينا عن المعاناة ديال الطفل ديالك؟ السلام عليكم. أول حاجة شكرا حضوركم معنا. أنا بنتي دابا عندها 7 سنين، عندها مشكل ديال نقص المناعة الأولي. أنا كيأثر على بنتي في الجلد ديالها، دونك كيبان عندها في الأول بحال شكل تلال، هو ماشي تلال، من بعد كيدير الراس وكيتفرقع. المهم غير كنشرح لكم أون جينيرال، أنا كانت الحالة ديال بنتي كارثية في شعرها في لحمها، لدرجة كنت إلا بغيت ندوش ليها، أنا عندي تصاور غنوريهم لكم، إلا بغيت ندوش ليها خصني تندخلها ونخوي لها الماء على حوايجها ونقطع الحوايج حيت داكشي كيطلق الماء والريحه وبزاف د الحوايج. منين تشخصوها ليا ونعسات في بلاصه الجلد عطاونا هاد لي زيمينوغلوبولين باش نبداو نديروهم. منين بديت كنديرهم من 2018 ماي 2018 بدات كديرو بنتي لي زيمينوغلوبولين. بنتي كانت كدير 5 ميليغرام، ولات الحمد لله الحمد لله داكشي ولا كيبان قليل، ماشي كيمشي قليل ماشي كما كان. الوغ دابا كنبقينا غاديين مزيان. في كوفيد كاع ما كنتش كنت كنضطر جبت انفيرميير من السيرفيس كتجي كديروا لها في الدار باش ما تاتاكاش مع الناس. وهذا دابا كنتفاجئوا الدواء دابا شي شهرين الدواء هاد 5 ميليغرام ما بقاش، كنا كناخذوه ب 1130 درهم ما بقاش. 6 شهور باش نعطيو المده محدده تقطع. الوغ منين تقطع قالوا لنا كاين غير 10 ميليغرام، 10 ميليغرام كيدير 4800 درهم. نعطيك مثال، انا بنتي كدير في الشهر 5 ميليغرام، غنشريها ب 4800 درهم، الوغ كو بنتي انا محتاجه غير 5 ميليغرام. ما عرفتش بعدا واش غياثر عليها ولا لا، واش الدوزاج زايد، غنضيع في الفلوس، غنضيع في القرعه. هاد الشهر كانوا قالوا غيتقطع من هنا لافغيل غيقدر يوجد، دابا كيفاجئونا ان الدواء تقطع نهائيا. انا لو 25/2 كان عندي رونديفو، منين مشيت قالوا لي ما كاينش الدواء. وبالنسبه لهذا الدواء واش كيتصنع في المغرب ولا كيتصنع خارج المغرب؟ كيتصنع خارج المغرب. وانتم ما عرفتوش شنو السبب دابا ديال هذا، يعني المبرر اللي عطاته الوزاره بالقطع ديال هذا الدواء؟ ما عندنا حتى شي سبب، صافي الدواء ما كاينش، هما عندهم سهله الدواء ما كاينش. بحال كيصحاب لهم واش كيهضروا على رينوميسين ولا دواء السخانه ولا ما عارفينش. ان راه غير لو فيت انا غير ديك لو 25/2 فاش مشيت بنتي كتقول لي ماما علاش غنمشي، كنقول لها صافي راه ما كاينش الدواء، كتقول لي لا ما يمكنش خصني ندير الدواء. لان هاد الدواء هذا كان غير كنوضحوا للمشاهدين ان هاد الدواء يساوي الحياه ديال الابناء ديالكم. يعني ماشي غير الحياه، راه المعاناه، راه غتبدا تطلعوا سخانه. انا بحال دابا بنتي راه كتبدا تطلع سخانه، راه كتبدا تحك، راه بنتي كتبقى تحك حتى كتولي كلها دايزه بدمايات، فهمتي؟ راه ما كنعش الليل. الا رجعت للحاله اللي فاش كانت في الاول راه ما كناش كنعسوا، ما كنعش، دايرين النوبه، خاص شي واحد يبقى يحك لها. عاد زيد داكشي انا بنتي قرعت لها شعرها شي جوج ثلاثه المرات، فهمتيني؟ يعني غير ماشي انا، غير هي، غير لو فيت ما كاينش الدواء وكتقول لي وغنرجع عاوتاني مريضه. انت هي من الناس اللي عندهم الرامي، فتقدري عافاك تقول لنا واش دايرين لكم مجانا اولا انتم كتخلصوا شي حاجه؟ دابا من عندنا الرامي حنا الدواء كيجيبونا بالمجان، ولكن المشكل اللي عندنا هو ديال التحاليل. التحاليل كديرهم على برا، والتحاليل كيكونوا غاليين.
يعني هذا هو المشكل اللي كاين. ومع ذلك احنا كنقولوا ماشي مشكل، يعني غادي على ولد ولدك ولا على ولد بنتك ما حتى شي حاجه ما كتجيك غاليه، فهمتي يعني كتحاربي. ولكن المشكل عندنا هو احنا كنتفاجئوا بالدواء ما كاينش، والدواء ضروري خاص الدواء يكون. يعني حنا دابا جينا حنا كنطالبوا وكنتمنوا هذا النداء يوصل لوزاره الصحه ويوصل جلاله الملك الله ينصره ويمشي يدير معنا شي حل، لان هاد الوليدات راه كيضيعوا راه كيموتوا، فهمتي يعني يديروا معنا شي حل. خاص الدواء يتصنع هنا في المغرب ويكون مجاني، لان هذا مرض مزمن ماشي شي حاجه اللي بسيطه اللي الراس ولا هذا، لان الدري اللي ما دواش الدواء كيولي عنده التهابات كيولي كله ميكروبات. انا دابا بنتي ولا عندها التهاب في المصران، عندها الحجر في الكلاوي، هاي دابا حاليا البارح كانت غدير اوبيراسيون عندها التهاب في النيف، ما مدوزاش كاع الدواء. لان احنا باش نشرحوا للناس والمشاهدين ان هذا المرض ديال نقص المناعه الاولي كيخلي الاطفال واي واحد مصاب به انه يكون اكثر عرضه للاصابه باي مرض واي فيروس واي ميكروب. فدونك الا ما دارش هاد الدواء وما دارش الادويه اللي مصاحبه، لان كاين مجموعه ديال الادويه الاخرى اللي كتصاحبه، فممكن ان هاد الاطفال يتصابوا امراض خطيره جدا، وخاصه احنا كدابا كنا نعيشوا في واحد الفتره ديال الكورونا، فهما اكثر عرضه لهذا المرض. ما تصابوش الابناء ديالكم بمرض كورونا؟ لا الحمد لله، كورونا الحمد لله ما تصابوا بها، ما حتى شي حاجه، ما حتى شي، ولكن راه كتشدي ولدك راه كتدي عليه في بيت، راه الناس اللي خايفين، راه كلشي كيمرض. الناس كانوا خايفين 50%، حنا راه كنا خايفين ماشي حتى 100%، راه 300%. اللي عنده هذا المريض في الدار، انا بالنسبه لي عندي بنتي واختي، وانا كانت جاتني كورونا، راه ما نعاودش لك، ماشي واحد الخوف، ماشي راه كتقول لك غير ضرني راسي ولا فيا السخانه كتشدك الرعده، واش فهمتيني؟ يعني هذا الخوف اللي عاشوا هاد الناس في كورونا هاد العام حنا راه عايشينه ديما، فهمتيني؟ دابا حنا ملي كيقولوا لنا الدواء ما كاينش بالعربيه التعرب تسنى ولدك تيموت. بالنسبه للجرعات، الجرعات كنعرفوا ان مختلفه من حاله لحاله، الحاله لحاله، وكنسمعوا ان هذه الجرعات على حساب، يعني على حساب الوزن ديال الواحد. فبالنسبه نتوما عندكم اطفال صغار، فالسيده عندها الابنه ديالها عندها 28 عام كيف ما قلتي لنا، ياك؟ عندها 23 عام، ولكن هذيك بنتي الكبيره كانت ما كديرش الحقنه، ولكن كانت دارت واحد العمليه كانت حيده الطرف من الريه، كانت قاسله الجعب تاع الريه واسعين، كانت نفس المشكل ديال خيتها، هي دابا عندها 23 ل 24 عام، ودابا خيتها عندها ضروري خاصها دير الحقنه، خرجوا ليها الحقنه شي 3 سنين دابا، كانت ديما كتنعس في السبيطار، ملي عندها 6 شهور وهي في السبيطار هي ديما كتنعس، ديما الحلاقم، ديما كتنفخ، ديما شي حاجه اللي مستعصيه ديما ديما، السخانه كتطلع 40 ما كتهبطش ليها، كنخرجها صيمانه كنرجع النعاسه. دابا ملي خرجوا ليها هاد الحقنه ملي بدات كديرها 3 سنين دابا باش بدات كديرها، ما بقاتش كتنعس في السبيطار، ما بقاتش السخانه كتجيها بزاف، ما بقاتش. دابا يمكن شي 3 شهور دابا كنت غير عطلت عليها الحقنه ديالها، ماشي ما درتهاش ليها شهر كله ولا شهرين، ولا غير عطلتها عليها يمكن بشي 20 يوم مرضات، تنفخوا ليها جوها لي زغايو، جاها تنفخ لها وجهها، تنفخات كلها تنفخات، والسخانه 40 ما كتهبطش، 40 41 السخانه ما هبطاش. يعني هذا غير تاخرات في الجرعه، ماشي تقطع عليها شهرين ولا 3 شهور، غير تاخرات. قبل ما نبداو اللقاء قلتي لي بان واحد النقطه مهمه شرتي لي عليها، اذا كان ممكن تشاركها مع المشاهدين. هو ان هذا المرض هذا ما تيتشخص، كاين بزاف ديال الاطباء ما تيعرفوهش، الاطباء تقول له النقص ديال المناعه الاولي ما تيعرفوش، تنبقاو ندوروا على بزاف ديال الاطباء، ها هما طالع عليه السخانه، ها هما فيه الصدر، حيت المرض هذا تيبدا من الطفل ملي تيفوت 6 شهور تتقاد عليه المناعه ديال الام ديالو، تيولي خاصو يخدم بالمناعه ديالو هو، المناعه ديالو هو ملي تيجي يبدا يخدم بها تلقى بان هذاك الجهاز اللي تيصنع المناعه ما خدامش، اذا تيولي خاصو تيولي ضعيف، الا تشرح يبقى مجروح، تيتاطاك ليه الودنين، تتاطاك ليه الصدر، السنان، السخانه، تيولي عنده السخانه جوج المرات ثلاث مرات في الشهر، ديما تيكون ديما هذاك الدري ضعيف، لان علاش ما عندوش واحد سيستيم ايمونيتير اللي غيدافع به ما خدامش. الاطباء مازال المشكل ديال الاطباء هنا في المغرب، بزاف ديال الاطباء ما عارفينش هذا المرض، تجي تقول له انا راه ولدي فيه الصدر، تيقول لك راه يمكن غيبدا فيه لازم،
هاك الفنتولين نعطيه الفنتولين الوغ هو هو ديجا ما عندوش المناعه وانت تعطيه واحد السم الفنتولين تزيد تقتلو. تتقول له انت بزاف ديال المشاكل حنا طحنا فيهم فاش ولدنا كان في الاول كان ما كانش متخصص هاد المرض هذا، لان من بعد لقيت هاد المرض لقيت راسي عاد كنت ندور عند الاطباء تنكذب على راسي. كيف طريقه سهله باش يتعرف المرض؟ تدير واحد التحليله ديال لي جي ام ولي جي جي ياك باش يعطيك واش يعطيك واش كاين لي جي ام ولي جي ام ولي جي هما البويضات الكويرات البيضاء اللي تيكونوا في الدم، تيعطيك واش زيرو ولا تيعطيك واش المناعه، تيعطيك المناعه شحال عندك في الجسم ديالك شحال ديال المناعه. المناعه ديال الانسان نورمال تتكون بين 11 12، حنا ولادنا بعض المرات تتكون عندهم 2%، وتطير 2 3 تتخرج 3. انا التحليله الاولى خرج لي فيها زيرو، الدري ما كانش عنده ما كان زيرو، كان ما كانش عنده كاع باش يحامي على راسو. هاد الدواء هذا دابا اللي تيهضروا عليه هو ليمينوغلوبينين، هو عباره على حقن تنديروهم بيرفيزيون تندخلوا للسبيطار. بزاف ديال واحد المشكل كبير ما شاروش ليه الامهات ديال هذا، هو ان هاد الاطفال اللي حنا عندنا راه عندهم ديجا واحد في دماغهم راهما تيكونوا عيانين، لان علاش نفسيا ملي تدخلوا انا وليت يبقى 9 تبدا تسويع في الكلينيك، تدخلوا الصباح وتدير له البرا وتخليه واقف تمايا في السبيطار يدوز القرعه الاولى والقرعه الثانيه والقرعه الثالثه والقرعه الرابعه. انا وليت يدير 5 قرعي 25 ملي غرام، تندخلوا بحال دابا مع 9 تنخرجوا مع 5 العشيه، دونك نفسانيا تيخرج متدهور. ما تيقول لك علاش انا وعلاش هاد الدراري هادو، لا حيت باش تفسر ليه بان راه عنده واحد السيستيم ما خدامش وهذا شويه صعيب، ما يتقبلهاش. بعد عندك طفل ديال 6 سنين 7 سنين 8 سنين ما تيتقبلهاش، يقول لك اش تقول لي انتيا علاش هذاك الدري علاش خويا انا مزيان علاش اختي انا مزيانه. سير فسر ليه انت بان واحد الجهاز عنده ما خدامش، ملي تديه لا كلينيك وتتمشي وتدير له ديك لا بيرفيزيون تيتسحب ليه بانك انت بحال ما حاملوش، بحال تتعاقبه ولا بحال تتعطيه بحال تدير له واحد هذا، تيبقى يشوف فيك واحد النظره واحد السيمانه ولا 10 ايام وتيشوف فيك تيقول علاش انا بابا تديني تدي لي هذا العذاب هذا شنو درت. ومع ذلك حنا تنبقاو تنحاولوا معاهم وتنزيدوا معاهم لقدام ونحيدوها من الحمنه ونحيدوها. حنا كيف ما قالوا كانت ال 5 ميلي كارب كانت دايره ب 1130 درهم، هذه 6 شهور قطعوها قال لك بقيناش كنجيبوا 1130 درهم، لان هذيك ديال 1130 درهم كانت سوفونسوني من عند الوزاره فيها الدعم. قالوا غادي كاينه ديال 4800 درهم ديال 10 ميليغرام، بحال اللي قالت الاخت بحال دابا بنتها دير 5 ميليغرام، واش غادي تجيك انت تمشي ديري 5 ميليغرام وتلوحي 2400 درهم؟ ومنين حيدوا لكم الدعم؟ شنو التبرير اللي عطاتكم الوزاره؟ تبرير الوزاره ما عندها حتى تبرير، الى يومنا هذا ما عندها حتى تبرير. ما كيتواصل معكم حتى شي جهه؟ حتى شي جهه، غير الابواب فاش تنطرقوا وتندقوا في الابواب ما كاين حتى شي رد فعل، صيفطنا رساله لوزير الصحه بدون رد فعل، ما كاين حتى شي حاجه، ماشي مشكل. كانوا طلعوا الدواء 4800 درهم، بدينا حنا تنحيدوا من الحمله تنشريو الدواء ب 4800 درهم، كاين العائلات اللي ولاو تيتلاقاو في السبيطار تيقولوا هاد 10 ملغرام نقسموها خذي انت 5 وناخذ انا 5، حيت الدواء ما يقدرش يتلاح. دابا هادي شهر ونص قال لك حنا ما بقيناش غنجيبوا هاد الدواء، العين بان هاد الدواء هذا خصكم تفهموا بان هاد الدواء حيوي. دابا انا جيت حيدت لك انت الاكسجين غتعيشي ولا ما تعيشيش؟ ما تعيشيش بطبيعه الحال. دونك انا تجي تحيد لولدي الاكسجين، الا حيدت لك الاكسجين غادي تنفعلي ولا ما تنفعليش؟ غتنوضي غديري اللي في جهدك واللي ما في جهدكش. هادشي اللي واقع لنا دابا حنا جاو حيدوا لنا الاكسجين لولدنا ولبناتنا. دونك ما يمكنش يجيو من على ما فهمتش، حيت جا قال لك لا الناس اللي عندهم هاد السلطه تيقول حنا ما بقيناش ندخلوا هاد الدواء. ما كاين حتى مشكل، ما غاديش تدخل هاد الدواء ما كاين حتى مشكل، اعطيني البديل. صنعوا في المغرب مصر تيصنعوا هاد الدواء هذا، واش مصر اللي حنا بنعلم بان دابا لاندستري فارماسيوتيك في المغرب راها تتطور وغدا بعيد. حنا تندخلوا تقريبا 30,000 قرعه اللي تندخلوها، هذه على هادو اللي مشخصين، بالعلم ان كاين واحد الدواء واحد المرض ديال كاوازاكي حتى هما تيديروا هاد الدواء، الناس ديال السيده تيديروا هاد الدواء، في الكوفيد بزاف ديال الناس داروا هاد الدواء باش يعاونوا المناعه ديالهم. دونك هاد الدواء غيكون عندنا الرباح الا بدينا نصنعوه حنا في البلاد. دابا هما هاد الدواء ما بغاو يصنعوه،
ما بغاو يامبورطيوه، ما بغاو يجيبوه، وشدوا هاد 700 طفل لاحوها قالوا لكم هاكو حكموا عليها بالاعدام انديريكتومون، تيخليو ولادنا جالسين تيموتوا قدامنا هكاك. دونك شنو بغانو نديرو؟ ما يمكنش تجيبو، لانه مركز التحقن ديال الرباط هو الوحيد اللي تيدخل هاد الدواء هذا. مركز التحقن ديال الرباط انت تتصل به تيقول لك احكا راه هاد الدواء راه كاين في الخاص. انا درت 23 ولا 24 فارماسي، ودابا نخرجوا لاي فارماسي يمشيو عنده نقول له هاك جيب لنا هاد الدواء، غيدير فيه بحال هكا يقول لك هاد الدواء ما عنديش انا، ما كاينش هاد الدواء، ما تيعرفوش، يقول لك هاد الدواء ماشي مقطوع، هاد الدواء ما كاينش، لان مركز تحقن الدم، تحقن الدم بالرباط الوحيد، بالعلم ان راه بزاف ديال الناس ما كاينينش في كازا، ما كاينينش في الرباط، كاين اللي في وجده وكاين اللي في اكادير وكاين في العيون. دابا راه الناس هذا مشكل اخر، هذا بالناس اللي شاروا لك حتى يقول لك تيجيو حنا للجمعيه والجمعيه تلقاو الدواء، الجمعيه راكم تجيو للجمعيه وتلقاو الدواء، ولكن ما تنساوش بان راه كاين ناس اخرين ياك اللي في مراكش واللي في طنجه ولا في هذا، وتيديروا الدواء في طنجه تيهبطوا للرباط ياخذوا الدواء وعاودوا يرجعوا للرباط ولا المره لطنجه ولا هذا يديروا الدواء. هادو الناس ديال الدار البيضاء راهم معاوناهم للجمعيه، ما كاين ناس اخرين اللي ما عندهمش الجمعيه. وكنتمنوا ان الصوت ديالكم يوصل للجهات المعنيه وبالضبط وزاره الصحه المغربيه باش يتخفف على الاقل من المعاناه ديالهم، لان هذا المرض مزمن، فغيبقى عايش مع الاطفال وعايش مع الاباء والاولياء الامهات ديالهم حتى الاخر لحظه في العمر ديالهم. ولكن للاسف الان كنواجه واحد المشكل اللي هو عويص جدا، اللي هو الانقطاع ديال هذا الدواء من المغرب. فاحنا كنطالبوا الجهات المعنيه انها تشوف من حال هاد الامهات وهاد الاباء اللي كيضروا وكيعانيوا مع الفلادات ديال الكبد ديالهم. وصلنا نهايه حلقتنا اليوم، على امل لقائكم في لقاء جديد وفي موضوع جديد. بسلام عليكم.